نشوفوا صورة أخرى، هي صورة رجاء مزيان على بالك علاش حطيت لك الصورة. واش داك تنتقدي تردي على رجاء مزيان؟ شوف مالك، هذه الحاجة أنا هدرت فيها ديجا جست في في في, في إميسيون واحدة أخرى وحكيت على هذا السوجي. أنا ما رديتش عليها هي كشخص ولا انتقدتها هي كشخص، ولا أنا ضد أنه ننتقد شخص لشخصه. أنا ننتقد بلك فكرة، ننتقد بلك غنية ما عجبتنيش ننتقد رأيك، ما عجبنيش أنا نختلف معك في الرأي ويقول لك الاختلاف لا يفسد للود قضية. احنا أنا اختلفت معها في فكرة أنه هي جمعت وقالت باللي كل الفنانات ولا خصوصا النساء منهم أنه باش تطلع وباش تبان لازم لازم تبيع نفسها، ولا لازم مش عارفه لازم صح. هذا الشيء بالك هذا هو نقطه الاختلاف بينك وبين رجاء. رجاء ما عمتش على كل الفنانات، عطت رايها في واش راهو صاري في المجال الفني في الجزائر، وانت قبل قليل تحدثتي على واش راهو صاري في المجال الفني هي قالت في الجزائر. هي قالت انه كل وحده تلحق لازم كذا وكذا وكذا وكذا، هي قالت كل يعني ما استثنات حتى وحده. فوالا، وهي قامت بالرد على اساس ما ليس الكل. وانا قلت ماشي كل، يعني قلت بلي انا وحده منهم الحمد لله يا ربي، يعني مكاش ما الحمد لله يعني ملي بديت حتى الان ماشي بزاف مي بون يعني ملي دخلت فريمون في المجال عندي بالك عامين ولا زعما قلعت بيان الحمد لله يا ربي. يعني ناس كامل تحترمني، نو الحمد لله ناس كامل تحترمني نحترم الكل، ولقيت شكون يدعمني بلا ما نبيع روحي ولا بلا ما حتى حاجه. لكن انا عاد نفتحوا قوس، انت كنتي حكيتي انك ما كانش هناك حفلات ما يدوش، ربما رجاء كان مقصودها انه اي فنان ولا اي واحد لازم يكون عنده دعم، سواء دعم بطريقه اخرى يكون عنده معارف ولا دعم كما هي فكرت. ما انا مش شوفي هي بالك حكات على الحفلات، حكات على زعما الكازيف وعلاش ما يعيطولهاش، ودارت غنيه انا بنت عملاق متبعه زعما ببخي، قالت بلي ما يعيطوليش باسكو انا ماشي بنت عملاق. بصح اسكو كامل اللي يعيطولهم لازم تكون بنت عملاق ولا باعت روحها؟ صح، هي ما عمتش بالك هضرت على ما هو سائد، ورجاء كي تهضر على حرقه على يعني بالك بعد كل المحاربه اللي تعرضت لها في الجزائر. ماليك. اليوم احنا ما عادش نهضر بزاف على رجاء، نطلب منك انك تغني لها مقطع على رجاء. مانيش حافظت لها انا ما بالك الجو ميوزيكال تاعي وتاعها ماشي كيف، مي هي كشخص نحترم، قلتها نحترم فيها حاجه طموحها انا كانسانه هي ما نعرفهاش، نحترم فيها طموحها. وقلت تعجبني بزاف 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 كلي كليب تاعها وخدمتها نظيفه. صح، عندها حاجه بروفيشنال، يعني بروفيشنال عندها نظره اخرى، عندها نظره رائعه بالله.